ما بتفعل من الذي كنت حاكيه؟ وللحين اجلس المكان هذا ساعة، السبيل من جاء دخل من جاء رجع، ايش احترام لنا يا اخي؟ وما بش لا تغيرش الموضوع، من الذي كنت حاكيه؟ هذا الحب. ايش من حب وايش من ضلي؟ حب دراستك وذاكر وجيت اوائل. اصلا انت ما درك بالحب. لا تغيرش الموضوع، من كنت جابر؟ شوف يا اخي فوزي، انا تعرفت على واحدة الماني في الفيسبوك وقلت اتزوجها، ومع الايام اترسل لي فيزا واسافر الخارج. ألمانيا بتحبك أنت؟ مش الماني بكلها، المانية واحدة بس. واحد من ايه بتحبك أنت؟ يس، أنت علي لو تبصر صورتك لا تهربه من الكرة الأرضية كلها. كذب سرت صورتي وقالت لي ان انا كيوت. يعني هذا السبب من حق عندهم. لا لا مش سبه، كيوت يعني لطيف. ما قصدها يا لطيف والصور. وزد قالت لي اني بتحبني. ما دام وقد بسرت صورتك وقالت بتحبك، يدري انه واحد من خبرتك بيفعل لك مقلب. لا 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 مش معقول يا فوزي. ماشي ماشي، لا 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 يعقوب يا رمزي، لا يعقوب. كم من شنب هذا الايام، كم من شنب بيفعل اسمه في الفيس باسم بنت. هو ده انت تحضه حق الانترنت. بيفعلوا أسامي بنات، لكن ما بشحت في المدرسة يصير تحاك إنجليزي إلا أنا وخالد هو هذا خالد، ابن الذين. والله ما والله ما أدري ما أروي. يعني ما كتبت له. قلت له أنا أكرهك يا مضربة، وضوعي لك يوم أسود وأنا أروي. ما ادري ما رسل له. يا فوزي من قال لي اصدق لك؟ ما هو قالت وانا كذلك، انا اكرهك. اي يوتيوب فعلت لي حظر. اوه يعني طلعت بنت. ايوه هيا انتري هذا الحساب وانا عاد ادخل راسله، ولو ما سافر عنده ابصر عملي ولك.